عادل النهارده المنتخب او شايف المباراه ال 120 دقيقه ازاي قبل ما نتكلم عن الخروج يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو اللي حصل من 6 شهور دي المحصله بتاعته. اللي كان بيعمله برادلي وكوبر واجيري النهارده بيتكرر، بمعنى ان احنا بنبدا من 6 شهور بمجموعه من اللاعبين، في ناس اثبتت كفاءه عاليه وفي ناس ما اتخدتش في المباراه النهائيه، وفي ناس دخلت في المباراتين اللي هم بيودونا كاس عالم، ناس ما كانتش موجوده مع المنتخب لمده 6 شهور. فناخد مثل عمر كمال بقاله 6 شهور موجود مع الفريق، اللي بيلعب ماتش السنغال رايح جاي، اللعيب القدير الممتاز، لعيب على خلق وعلى لعيب فنيا عالي جدا عمر جابر. فطبعا حته التخطيط، لو انا مقتنع بعمر جابر وكلنا عارفين قيمته الفنيه، كان يبقى المفروض موجود معايا من بدري. احمد رفعت، انا زي ما حضرتك تفضلت في المقدمه، انا باخد لعيب جاي من اجازه، فانا عمليه التخطيط والرؤيه للمستقبل، اللي بيمسك منتخبات لازم الكابتن يبقى عنده رؤيه طويله الاجل. انا لما اروح بطوله العربيه بكامل نجومي، وبعدين انا عارف ان كل المنتخبات رايحه بالناشئين والشباب والفريق الثاني، والعب بكل طاقتي وبعدين اخد مركز رابع، اروح افريقيا اول 3-4 مباريات، عمليه تغيير في اماكن اللعيبه، عمليه عدم استقرار على المراكز اللي هي ممكن تفيدني. النهارده في ماتش السنغال برضو في عناصر دخلت كانت مفروض تبدا المباراه ما بداتش، زي زيزو مثلا. عمر جابر بدا بيه على الرغم ان هو بقاله فتره يعني كبيره جدا كان مصاب، لا بيلعب مع بيراميدز كان مصاب يلعب. ورجع لعب ولعب ماتش او حاجه وتاخد ماتش ولا حاجه فعلا ورجع اللي انا اقصده انه مش عمر هو المشكله، ان انا كمدير فني وانا بحط نظام لدوله بحجم مصر لازم ابقى عارف تتخيل يا كابتن اسلام انه في المركز القلبي الدفاع ما تعرفش مين هيلعب مع مين. يعني طبعا حجازي اصابه ما مالناش دخل فيها، لكن محمد عبد المنعم، ياسر ما كانش موجود، الونش محمد عبد المنعم اصابه والونش انذارين، ما انا اقصد يعني ما كانش فيه الثبات، ويبقى عندي البديل برضه ما كانش، انا مش حاطه في دماغي بدليل ان انا خدت رامي. ما هو ده الراجل في اجازه، ده الغريب جدا ان انت كنت بالظبط يعني رامي وعندك محمود علاء، غريبه جدا يعني. انت محمود علاء انت واخده من بدري، ما لعبتوش ليه؟ انت بتاخده ليه على طب محمود علاء ليه ما ابتداش النهارده؟ مش عشان رامي وحش، لا يعني هو اللي موجود، راجل في اجازه واخده من اجازه على اللعب. لا هو اللي موجود معاك محمود علاء طول الست شهور زي ما حضرتك بتقول، كاس امم واحمد ياسين، مش احمد ياسين بس كان كاس عرب ومشي،